بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إحنا متواجدين الآن في قرية سالم ومطلين على هذا السهل الكبير اللي أمامنا، وأيضا تشاهدوا في أقصى الصورة تجمع لسيارات يبدو أنها تتبع للأمن الإسرائيلي إضافة لأمن المستوطنات في المنطقة اللي وقعت بها العملية الفدائية صباح اليوم وأدت إلى إصابة مستوطن حسب اعتراف الجيش الإسرائيلي وتضرر حافلة للمستوطنين. وهذه المنطقة حتى الناس تعرف أي دورية للجيش قادمة بالاتجاه الآخر، هناك حاجز بيت فوريك السيء الصيت والسمعة، وبهذا الاتجاه هذه الطريق الدائري أو الالتفافي، هي هذه الطريق المعروفة بالالتفافي ألون موري، توصل إلى مستوطنة ألون موري المقامة على أراضي المواطنين في قرى شرق نابلس، سالم، عزموط، دير الحطب، بيت فوريك، بيت دجن. كل هذه الأراضي هي فلسطينية بامتياز. إحنا الآن في سالم، قرية سالم. عندما دخلنا كان الجيش الإسرائيلي قد وضع دورياته وآلياته على مدخل البلدة وبفتش على ما يبدو بكاميرات المراقبة الموجودة، إضافة طبعا إلى اعتلائه لأسطح البنايات العالية والقناصة تحديدا. الوضع الآن نسبيا هادئ. طبعا هل يتواجد جيش إسرائيلي في المكان؟ طبعا ممكن أن تكون هناك قوات خاصة أو قوات إسرائيلية تبحث عن بين قوسين أي معلومات تتعلق بطريق الدخول وخروج السيارة التي نفذت العملية الفدائية. هذه السهول الاحتلال أعلن أنه أقام بعملية تمشيط لها، هي داخل قرية سالم في جزء منها، والجزء الآخر يعني خارج بين قوسين السيطرة الفلسطينية، والجيش الإسرائيلي الآن بيقوم بعمليات تفتيش. بنشوف سيارات هذه أمن المستوطنين بمروا بشكل دائم في هذا المكان، سيارات أيضا للمستوطنين ودوريات لجيش الاحتلال الإسرائيلي. مرة أخرى هذا المكان هو الطريق الالتفافي اللي وقعت فيه العملية الفدائية صباح اليوم، وبنشوف أيضا نشاهد نعم خلف يعني هناك في السهل دوريات للجيش الإسرائيلي، بنشاهد عمالها بتتحرك بشكل كبير جدا، دوريات للجيش الإسرائيلي هيها بين السهول خلف الأشجار تأتي من جهة الحاجز. وأنا كما قلت حسب معلوماتنا هناك تواجد للجيش الإسرائيلي حتى في المناطق التي القريبة منا هنا، يعني قد يكون هناك قوات خاصة، قد تكون هناك قناصة، قد يكون هناك بين قوسين القصاصي الأثر اللي ممكن يأتوا للبحث عن الرصاص المستخدم أو عن أي تفاصيل أو عن أي أثر لحركة أقدام أو لطريقة تحرك السيارة التي نفذت العملية. الخروج من هذه الطريق كما نشاهد مثلا الشاحنة في خلفية الصورة يخرج يستمر، إما أنه يذهب إلى اليمين وبالتالي يدخل إلى نابلس حاجز بيت فوريك، وإما أنه يستمر السيارة يعني الطريق نصف السيارة، وإما أنه يستمر باتجاه الالتفافي الذي يوصل إلى خلف هذا الجبل هي حوارة وعورتة وغير هذا الطريق المرتفع، الطريق الذي يشق الشارع. فبالتالي أي سيارة طبعا سيارات المستوطنين تستكمل طريقها وتذهب بذلك الاتجاه، وهذا هو مبرر الاحتلال في إغلاق حاجز حوارة، أنه قال أن السيارة قد تكون أكملت طريقها باتجاه حاجز حوارة ودخلت إلى نابلس من ذلك الاتجاه. وبالتالي إحنا أمام سيناريو محدد الجيش يبحث فيه، إما أن تكون السيارة طبعا قد دخلت إلى نابلس من خلال حاجز بيت فوريك، وإما أن تكون قد استكملت طريقها باتجاه حاجز حوارة من جهة الجبل. طبعا هناك كاميرات، عشرات الكاميرات في هذا المكان، ونحن نمر عليه ونقطع الطريق ذهابا إلى بيت فوريك أو إلى بيت دجن. هذا الحاجز حيث البرج كما تشاهدون، هناك كاميرات متطورة جدا في كل مكان ترصد كل كبيرة وصغيرة. طبعا هناك إضافة إلى أن هذا الحاجز هو بين قوسين للأسف الاحتلال يتحكم فيه، قد نصفه بأنه رئة هذه القرى، وإغلاقه كما جرى صباح اليوم يعني أن عشرات بل مئات المواطنين من بيت فوريك وبيت دجن ممنوعين من الخروج، وأيضا يمنع أهل نابلس من الدخول إليهم. هذه هي الصورة الآن مبدئيا في منطقة شرق نابلس حيث نفذت العملية الفدائية صباح اليوم.
وين وين؟ ليش ولا بدنا نعيش؟
في مواجهات التغطية، نتواصل في هذه التغطية. نشاهد يبدو هناك مواجهات في المكان على مدخل بلدة بيت فوريك، هناك إشعال للإطارات المطاطية، وهناك أيضا كان إطلاق لقنابل الغاز المسيلة للدموع يبدو تجاه مجموعة من الشبان على مدخل بيت فوريك. هناك الكاميرا ترصد توقف لسيارات المستوطنين على الطريق الالتفافي، إضافة إلى ذلك هناك إضافة إلى ذلك أن المستوطنين في هذه الأثناء وصلوا إلى مدخل ما يعرف بمفرق بركة في شارع القدس في مدينة نابلس بعد حاجز حوارة. إذن توقع أن يكون اليوم حافل عربدة للمستوطنين واعتداءات بالجملة، إضافة طبعا كما نشاهد إلى تجمع كبير للجيش الإسرائيلي فوق حاجز بيت فوريك وإشعال الإطارات المطاطية في تلك المنطقة. إذن العملية العسكرية الإسرائيلية، هناك تواجد مكثف للجيش الإسرائيلي. قبل قليل تواصل معي أحد السكان من قرية سالم، قال لي أن الجيش في محيط المنطقة الذي أتواجد بها أنا، يعني نحاول جاهدين أن يعني نعرف أين يتواجد الجيش، لكن قال لي أن هناك تفتيش ومداهمات للمنازل، خاصة المنازل المطلة على هذا الطريق. ملخص ما جرى، عملية فدائية تقريبا الساعة 7:15 صباحا، سيارة مسرعة فلسطينية أطلقت النار على حافلة وعلى سيارة للمستوطنين. اعترف الاحتلال الإسرائيلي بإصابة مستوطن برصاصة في ظهره، هي المنطقة هذا الطريق الالتفافي الذي يعرف بالتفافي ألون موري، مستوطنة ألون موري. نشاهد جيش الاحتلال يتواجد بكثافة في منطقة السهل، هناك تفتيش، هناك بحث عن أي معلومات إضافية تتعلق بمنفذي هذه العملية. الجيش في السهل كما نشاهده في أقصى الصورة يتحرك ذهابا وإيابا في طول هذه المنطقة وعرضها، إضافة طبعا إلى سيارات المستوطنين التي لا تتوقف وحافلاتهم. إضافة إلى ذلك هناك عمليات تمشيط واسعة في كل هذه المنطقة التي نشاهدها. المعلومات تشير مستمعينا ومتابعينا إلى أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل المنطقة هذه التي هي غرب البلد، غرب سالم، هناك جيش في هذه البيوت قام بتفتيشها كما تأكدنا من المعلومات. هذه يعني كما نشاهد في الصورة، هذه غرب سالم، هذه المنازل جميعها يبدو الجيش الإسرائيلي متواجد كان بها بكثافة. طبعا نحن نشاهد أن الجيش يتحرك في منطقة السهل ويدخل خلف هذه التلة الصغيرة ومن ثم يعود مجددا، وهناك طابور من السيارات المتوقفة يبدو أنها في المكان ذاته التي وقعت به العملية الفدائية صباح اليوم. قبل قليل أيضا تحدث شهود عيان عن قيام شبان بتوزيع حلوان وحلويات في منطقة دوار نابلس وسط نابلس احتفاء وابتهاجا بهذه العملية الفدائية. إذن إحنا مستمرين في هذه التغطية، آخر الأخبار مستمعينا الكرام التي تتعلق بالعملية الفدائية في نابلس وتواجد للمستوطنين في هذه الأثناء في منطقة
مفرق بركة شارع القدس في نابلس. طبعا البيان الحرفي، البيان الحرفي: بسم الله الرحمن الرحيم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، صدق الله العظيم. مجموعات عرين الأسود العصية على الانكسار بإذن الله تستهدف وتخوض اشتباك مسلح وعنيف مع قوات الغدر الصهيوني على دوار قرية سالم قبل قليل. الجيش نعم. إذا الآن رصدت كاميرتنا دوريات لجيش الاحتلال الإسرائيلي تدخل منطقة السهل وتتقدمها آلية، وخلفها هناك جرافة. إذا هذه المنطقة الغربية التي تحدثنا عنها، هذه المنطقة الغربية لقرية سالم، ويؤكد لنا شهود العيان أن الجيش الإسرائيلي متواجد في كل المنطقة القريبة من المنطقة الغربية لقرية سالم، وهي مطلة على أيضا الطريق الالتفافي، هذا الطريق الالتفافي السريع الذي يوصل إلى مستوطنة ألون موريه. بالمقابل ما تزال إطلاق قنابل الغاز تجاه مدخل بلدة بيت فوريك. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي إذن آلية عسكرية إسرائيلية جرافة تقترب بشكل كبير من المكان، آلية عسكرية جرافة تقترب من المكان. إذا للتذكير، نحن الآن مطلون على الطريق الالتفافي قرية سالم، ونشاهد جيش الاحتلال وآلية ضخمة جرافة تتحرك باتجاه المنطقة التي نتواجد بها. يبدو أن هناك نية لإغلاق الطريق الترابي هذا، أو يمكن أن تكون هناك مداهمة لأحد المنازل أو ما شابه.
متابعة للتطورات الأحداث. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحرك في أكثر من محور، نشاهد اقتربت جدا هذه الجرافة العسكرية الإسرائيلية من المنطقة التي نتواجد بها، طبعا تتقدمها آلية عسكرية وخلفها أيضا دورية. الشارع الرئيسي شارع ألون موري، دوريات الاحتلال لا تتوقف ذهابا وإيابا في كل الاتجاهات، طبعا إضافة إلى مواجهات تدور في هذه الأثناء على مدخل بلدة بيت فوريك إلى الشرق من مدينة نابلس. نشاهد هناك دخان القنابل الغاز المسيلة للدموع، حاجز بيت فوريك هناك على ما يبدو توقف احتجاز للسيارات، هناك كمية من السيارات كبيرة متوقفة. هناك ما يعرف بنادي الفروسية، هذا البناء الضخم القديم هو معروف بنادي الفروسية والبناء الذي خلفه أيضا، وبالتالي نشاهد نعم لا تدخل السيارات نهائيا من حاجز بيت فوريك متوقف، إذن هناك إغلاق للحاجز. الدوريات اقتربت جدا من مكاننا، نعم هناك اقتراب بشكل كبير، يبدو أنها إما ستأتي باتجاه الحاجز، باتجاه عفوا الطريق الالتفافي الطريق الترابي، نعم كما توقعنا الطريق الترابي، نعم دخلت. إذن هذه هي الآلية تماما كما كنا نتوقع، ستدخل داخل منطقة السهل كما نشاهد.
نتواصل في هذه التغطية مستمعينا الكرام. نشاهد جيش الاحتلال الإسرائيلي مع جرافة ضخمة عسكرية دخلت إلى داخل البلدة تقريبا في منطقة السهل، وجنود الاحتلال نزلوا من الدوريات. يبدو أن هناك عملية تمشيط للمنطقة وأنها إغلاق لهذا الطريق الترابي. إضافة إلى ذلك هناك تواجد مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على طول الطريق المعروفة بالطريق الالتفافي، طريق ألون موريه، وأيضا حاجز بيت فوريك. كما ذكرت هناك توقف لحركة السير، لا نشاهد أي سيارة تدخل من نابلس باتجاه حاجز بيت فوريك. ليس هناك أي حركة، لا توجد أي حركة من اتجاه حاجز بيت فوريك باتجاه بيت فوريك أو باتجاه نابلس. إضافة إلى ذلك هناك إطلاق لقنابل الغاز المسيلة للدموع، وكان هناك إشعال لإطارات مطاطية باتجاه مدخل بلدة بيت فوريك إلى الشرق من مدينة نابلس. إذن تواجد مكثف لجيش الاحتلال في طول المنطقة، هنا المنطقة التي نتواجد بها، إضافة طبعا إلى تواجد أعداد كبيرة جدا من الجيش في المنطقة هذه السهلية التي نشاهدها، وعمليات على ما يبدو تفتيش وبحث عن أي معلومات تشير إلى منفذي هذه العملية وطريقة تحركهم. حتى أن جيش الاحتلال في السهول، في السهل، نعم، في طول السهل يأتي ويذهب في طول المنطقة السهلية قرب الحاجز وعلى أيضا يمينها. طبعا هذا السهل يعني مساحته مئات بل آلاف الدنومات، يمتد على طول الطريق الالتفافي، وأهالي سالم وبيت فوريك وبيت دجن يملكون منه قطع أراضي يمنعون في غالب الأحيان من الاستفادة منه، سوى في بعض الأحيان رعي كما نشاهد المواشي، إضافة طبعا إلى زراعة مناطق محددة منه. لكن أشجار الزيتون الموجودة على طرفي الطريق وخاصة بعد الحاجز لا يسمح غالبا للمواطنين بالوصول إليها والاستفادة منها. من منطقة الحاجز باتجاه هذه المنطقة
ما جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من الدعاة الانسحاب من المكان؟ لأنه الآن عملنا من شاهد عدد من الخراف وخرجوا كلهم من السهل بشكل كامل، فرغ المكان تماما من أي تواجد للرعاة والمواشي. إضافة إلى ذلك، حركة الآليات العسكرية الإسرائيلية لم تتوقف نهائيا. حركة الآليات العسكرية الإسرائيلية بالعكس، وصل المزيد من التعزيزات إلى هذا المكان الذي نتواجد فيه، ونطل به على سهل سالم، ومنه طبعا إلى أو على المنطقة التي تعرضت إلى عملية إطلاق النار صباح اليوم. سامر شكرا بشو فيش خطر، فيش خطر ثاني ولا في تأخر ايش بدك ساعة تحت يا طولة. فيش خطر بس. طيب